بعد كده تكلم عن الامباناج. الامباناج اللي هو مجموعة الديل الكلاسيكال فيو بتاعها ما يسمى بالهوريزونتال ستابلايزر والفيرتيكال ستابلايزر. هوريزونتال ستابلايزر وفيرتيكال ستابلايزر. وتلاحظ ان الاثنين فيهم كلمة ستابلايزر، هو ايه اللي بيثبت الطيارة، مش بيثبت وانما بيعمل ستابلايزيشن. دوروا لها بقى على كلمة. خلاص الكلام الدارج في وسط برضو مهندسين طيران، يعني تقول الايه التيل والفن. خلاص، وان كان كلمة تيل كلمة جامعة صح، لكن يجل لو قلت تيل كده وست بتقصد ده الهوريزونتال ستابلايزر. فن هي الفن الزعنفة، اوكي، اللي هي الفيرتيكال ستابلايزر. دلوقتي الطيارة دي وهي طايرة كده اهي قدامكم كلها طايرة كده، خلاص، ومرة واحدة في واحد نفخ كده، هيحصل ايه؟ هتجري مع الهواء مش كده؟ الطيران تعلق. لا هي اكشلي مش شايفة كتير، هي الهواء بيتحرك تتحرك معاه، بس لو حصل جفت زي اللي كنت بحكي عليه من شوية وجا مرة واحدة هواء خبط كده في الطيارة، انت عايز الطيارة وهي ماشية كده ما تبعدش عن المسار بتاعها، وخصوصا ساعة اللاندنج مش كده؟ انت عايز تفضل محافظة على المسار بتاعها. هواء بيت حصل هواء، هيعمل ايه الهواء ده؟ هيزق كل الطيارة كده، بس هيحصل حاجة تانية. الفن دي طلع كده لوحدها زعزوعة كده وبعيد ورا مركز الثقل بتاع الطيارة، ايش اللي هتقيه هنا صح؟ يقوم الهواء وهو جاي بيخبط في كل الطيارة، بس خصوصا الجزء ده واقف له كده زي لومة في الزور، هيعمل فيه ايه؟ مش كده؟ لما يعمل كده بقى اتجاه الطيران بتاع الطيارة عايزة ترجع كده. خلي بالك الهواء عايز يحدفها الناحية دي، الخبطة اللي جات في الفن لففتها كده، فالثراست بتاعك عايز يرجع كده، فدي كاونتر اكتنج لدي صح؟ تقوم الطيارة ترجع للمسار بتاعها. لو حصل ان الهواء جاي من تحت لفوق هيحصل ايه؟ هيطلع عايز يرفع الطيارة كلها. السي جي او السنتر اوف ماس قريب من الوينج، مين اللي بعيد؟ هوريزونتال ستابلايزر. فاللي هيحصل ايه؟ الهواء اللي طالع من تحت ده هيعمل ايه؟ خليك عايز سنس يرجعك للمسار الاصلي بتاعك العكس. نعم انت عايز تمشي كده مش كده، ولسبب ما الهواء طالع هم واخدك وطالع لفوق مطب هواء، اوكي، بس عملت ايه دلوقتي؟ هو الهواء واخدك وطالع لفوق مش كده، بس وهو طالع لفوق كمان عمل لك مومنت تخليك تنزل لتحت، فالجزء من ده هيشيل ده والباقي على الطيارة. بس انت لو طيارة وطيارة لوحدها المفروض ان هي تبقى قادرة الى حد كبير ان ما بين ده هبلغ عن الديزاينر والمانيفاكتشرر ما بين ده وده الطيارة ايه بترجع قريب من المسار. لو بقى عندك طيار او اوتوبايلوت او حد بيعمل ريموت كنترول يبتدي يرجعها بسهولة، بس من غير ده انت رايح في اي حتة لم بقى، اوكي. طيب فعشان كده سميناهم ايه؟ سميناهم ستابلايزر. التيل ده دي الكونفنشنال، بس عندك ممكن يبقى عندك ما يسمى بالاتش تيل او اليو تيل او اللي هو ساعات بيسمى برضو توين تيل، او تبص على ده تلاقيه واخد الاتش شكل الاتش مش كده، ساعات بنسميه يو او انفيرتد يو لو عندك الهوريزونتال ستابلايزر فوق او تحت الايه الفيرتيكال فينز. هنا بقت فينز بقى مش كده. ايه تعريف الاستابيليتي؟ مش وقته بس Let's talk about it دلوقتي. اوكي؟ في فرق بين كلمة equilibrium وكلمة stability.
تكلموا امبارح عن الايكوليبريم مين روهاندا تكلموا عن الايكوليبريم اوكي الايكوليبريم خلاص احنا كل حاجه از ان ايكوليبريم بس في ستاتيك ايكوليبريم وفي دايناميك ايكوليبريم ستاتيك ايكوليبريم بتقول مجموع الفورسز ومجموع المومنتس بصفر دايناميك ايكوليبريم بتقول ان مجموع الفورسز بيساوي الماس في الاكسلريشن مجموع المومنتس بيساوي الانجل اكسلريشن في الانرجي خلاص دي دايناميك ايكوليبريم لكن الايكوليبريم ما بتقولش اي حاجه عن انت ستيبل ولا لا ستيبل يعني ايه ستيبل يعني انا اقدر معيش نص جنيه ولا جنيه اي واحد فينا ممكن لو ايده يعني حساسه شويه يوقف الجنيه على سيفه صح لو السيرف عدل كويس كده تقدر توقف الجنيه على سيفه ذاتس ايكوليبريم يس ذاتس ستاتيك ايكوليبريم از ذات ستيبل اديله بس همس يتحرك هيرجع لاصله ولا هيبعد رجع لاصله بقى ستيبل بعد بقت unstable اوكي الطيارة هنا هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى بكلمة stability السيستم وانت طاير كده في steady state لو حصل disturbance لل steady state دي عندك tendency ان انت ترجع للأصل ولا ما عندكش tendency انك ترجع للأصل لو ما عندكش tendency في السيستم ان انت ترجع للأصل الوضع الاصلي اللي كنت عليه يبقى انت انستيك خلاص فده الديفرنش بتاع عشان كده اسمه ستابيلايزر في طبعا ما يسمى بالتيتيل وفي التيتيل انا برفع الهوريزونتال ستابيلايزر فوق لاسباب مختلفه من اشهرها ان انا يبقى عندي انجن اوكي زي الدي سي 10 ودي توبولوف مثلا اوكي وفي البوينت 727 مش موجود منها كتير بس 727 برضو دي الورف بتاع ده انجن ورف بتلاقي لها ايه وفي حاجه اسمها تراي ستار في كذا طياره من هذول في ما يسمى بالفي تيل الفي تيل بياخد بدل من عندي هوريزونتال ستابلايزر وفيرتيكال ستابلايزر الثلاثه سيرفيسز دول بعملهم اثنين بس واقوم بديهم زاويه اوكي از ذات جود ميبي از ذات باد ميبي اوكي ده بيصعب شويه الديزاين بيصعب شويه الايكويشنز اوف موشن بس بيوفر لك وزن از ذات جود اور باد دونت جادج اوكي ارجع وشوف وقارن الديزاين ده بالديزاين ده في الميشن دي خلاص بس يوجوالي دلوقتي قليل لما بتلاقي طيارات يعني لو سبيد وسيفيليان في تيلز بس اشهر الحاجات اللي موجوده النهارده البريديتور اوكي ويمكن كنا عاملين سقف السنه اللي فاتت في قسم طيران برضو كانت انفرتد تيل اوكي الصقر دي كانت السنه بتاعها 3 متر بس الجزء الثالث اللي قد يكون اهم حاجه لان ده الحته اللي بتقعد فيها يوجوالي الفيزلاش اوكي الفيزلاج عباره عن ايه علبه بتحط فيها الناس ولا مش تحط ناس تحط اكويبمنت تحط شنط تحط خلاص العلبه دي هي اللي بتجمع اجزاء جسم الطياره ممكن يبقى شكلها غريب شويه زي الاف 117 مثلا اللي هي معموله علشان معمول الشكل الغريب ده علشان مش عشان حاجه معينه ان هي الرادار ما شافهاش هوفر انا كبتاع طيران اقول ايه الهبل ده منظر تطير بيه ممكن يكون شكله فايتنج كده وبتاع لكن كده الطياره نيله however نيله دي ليها ميزه خطيره انها تبقى معديه فوق وبتلف ورايحه جايه وانت ولا انت حاسس بيك is that good or bad okay probably bad for me good for them مش كده لكن ده شكل غريب however يجولي ادي المنظر اللي بنشوفه للفيزلاج لوحده دي مثلا طياره جالس فريم الطياره دي تشيل حوالي 20 باسنجرز اوكي لما تيجي تبص كده ادي الكوكبت ادي النوز لسه ما حطش الايكويبمنت بتاعت النوز الشبابيك ال 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 قارن ده
بالايرباص A350. Not much different. مش كده؟ زاد بس الحجم. وبالتالي عدد الابواب علشان ايفاكيويشن. انا مش محتاج الابواب دي كلها غير بس عشان الامرجنسي، لكن في الطيران العادي انا محتاج باب واحد قدام او بابين. خلاص؟ لما عدد الركاب بيزيد اذروايز هي حلوه. مش كده؟ لكن ده مش معناه ان كله بالشكل ده. ادي طياره لما تشوفها تقول فين الفيزلاج؟ او الفيزلاجز؟ ولا ايه بالظبط اللي قدامي ده؟ اوكي؟ This is an aircraft. اوكي؟ I would say ان it makes sense ان البايلوت قاعد هنا. مش كده ولا ايه؟ How about this؟ قاعد فين؟ اوكي؟ دي الطياره اللي عملتها فيرجن جالاكتيك عشان تطلع الشاتل بتاعها، السبيس شاتل بتاعها. اوكي؟ الطياره دي اسمها وايت نايت، ودي اتعملت سنه 2008 يعني اول امبارح. خلاص؟ فين الفايلر؟ في ليه في اثنين ليه مش واحد؟ هو واحده واحده اجين. شوف احنا كلنا كنا بنفكر في يتحكم في الطياره ازاي، لازم يبقى في النص عشان السيمتري. مش كده؟ كمان الكلام ده كان لما كانت ميكانيكال ولا حتى باي واير. النهارده انت كله الكتروني، صح؟ Do I need to be في النص؟ نعم؟ اي حاجه بقى، انا مش ضروري اساسا ابقى على الطياره، صح؟ ممكن يكون معاه قاعد هنا ايه مراقبين دوليين،